عندي بنت المريضة مشلولة، يعني لا تمشي لا تتكلم لا تستطيع أي شغلة، وهي بحاجة إلى دواء بحاجة إلى علاج والله العظيم. وهذا عندي أنا 4 أولاد. وعندي ما أنتوا حان اللي جبتوا ولا شيء نهستوا عنك تعسك حان وصلت هاي وحالة دير إله أوجي هاي وحيستا أفر عرور هيستا مع مدن سوريا ويا حالة على هيستا مجال المقدسة جوعان وادك يوك صبر كاي سوريا مجال المقدسة جوعان وحاول درن قبل دان أو برس كا أو إسبتال يو وحاول تري داو أو ما رك تي حالة دير إله قال قرشي وحن أمه يسوا ولا الله مسلمين تبيل بيجوعان وحكوا عصينا إن شاء الله إله درتيسي إن سوا عابيان ولا شيء بين الله يباري يا أختي ما تقولوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان، نحن أخواتكم من سوريا، والله تهجرنا من بلادنا، أتينا إلى بلاد الصومال الطيب، هي عندي بنت المريضة مشلولة، يعني لا تمشي لا تتكلم لا تستطيع أي شغلة، وهي بحاجة إلى دواء بحاجة إلى علاج والله العظيم. وهذا عندي أنا 4 أولاد، وعندي ولد صغير بحاجة إلى حليب والله العظيم، عمره 8 أشهر. ما أنا أستطيع يعني أشتغل وأقدم عليهم. كم شهر هنا؟ ما أصلي زمان يعني هنا. البنت هذا تولدت هذه مريض ولا وبعد لا لا هذا؟ ما كان فيها أي شيء، كانت زي أختها تمشي وتتكلم ما في أي شيء. بعد هي سنة كبار؟ صار عندنا المشاكل في سوريا وصارت كده. عمرها كم؟ عمرها 12 سنة. الآن الصوماليين يتفرجون على قنوات ماذا تطلب إن شاء الله؟ أنا أطلب من أخواتنا الصوماليين أن يساعدوني بهذا البنت، حق الدواء بس حق العلاج تبعه عشان الأطفال. وديت المستشفى؟ وديت المستشفى بس ما يعرفوا. ما أداك التقرير الطب؟ عندي تقرير الطب بس في البيت. في البيت. ولا لها مسلمين تا اهمي بالبيت جوا مع مثلا مرقيسن وعنوك تانك حنوسن وحاكو عصينا ني ودي لها ابدي وحسيي ان ما عرفتي كو عابيان قود ايساني بلاي سكوتا هاي عفر عرور هستا ويل يرا اورا نطلبي تمنجرا هستا واخف اسكا حنوسن او دواتي هستا واي ولا لها مسلمين تا اهمي بالبيت جوا وحاكو عصينا ilaahay dirtis inay ku caawiyaan adduunka waxa isku yahay qof waliba dhibaato haysto hadii aan anaga fiyownahay dad dhibaateysan isku jiro xaaladooda ilaahay og yahay waxa ka codsaynaa ilaahay dirtis ha lagu soo caawiyo maamadan maalin waliba dad aanu imaado xaalad gooni haysto iska dhiban oo dhibaato haysto sidaas daraadeed waxa ka codsaynaa walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan inay caawiyaan laakiin qof dhibku waa kala duwan nin qof ka xanuunsan oo xaal isbitaal loogu jiro ama macnaha qof xaaladaysan gabar hadleyni oo wax is oo maartay iska xanuunsan tahay in la caawiyo ayaan wanaagsan walaalaha muslimiinta maadaama ku jirno 10kii ugu dambeysay Ramadaan waxa ilaahay dirtis ugu caseen inay caawiyaan si ilaahay dirtis loo caawiyo waxa maanta aad dhiibta amaanta qiyaamo u baxsanaysa sadaqada dafac albalaa waaye hadda muslimiin nahay waxa weynano tareysa haddana waxa lagu sii jiraaba 10kii ugu dambeeyay Ramadaanka oo xilligii oo sadaqad in la baxsado oo la sheegay insha Allah taala waxa isku booweynayna sadaqada aan baxsano walaalihiina aan caabino oo dhibaateysan maalmo dad aanu imaado xaalad noo sheegto anagana ma dhigi karno ma ku duubi karno waxa leena walaalihiina noo bandhig xaaladin wasaas ma waxa sayiraan dadkan dadka badanaa jira hata oo moodo codsado in la duubo laakiin maalinba sida waqti u helna hal iyo laba soo duubna walaalaha muslimiinta adduunka adduunka wax lagu yahay dad muslimiin ah waay walaalihiina wadan kale ma aadin wadan muslimiin imaadeen inaan caawino soomaalideena xilligii hore waa ognaas waxaa tagi jiray suuriya aa la tagi jiray meesha dad badan ku noolaa waan caawi jireen marka adduunka waa tilka ayaam maanta intay maray barin intay joogtaa ilaahay dartiis lagu soo caawiyo qof walba wuxuu awoodo ha yaraato ha badnaato biidni illaahi baari cunuga ka xanuunsan gabar yaris kam ladayka atfaal عندي 4 أطفال. وعندي هي هذه البنت المريضة. بنت مريضة 5. أيوه 5 أطفال. وساعدونا بارك الله فيكم، رمضان كريم عليكم. هل لديكم غداء؟ يعني هذا الأطفال بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، بحاجة إلى ملابس عشان العيد يعني، وأنتم شوفت عينكم يعني. عندي هدي أودان عيدية وأباهين عروتة تعيد أمها السان وأسو يبكرتين وأسو جريكت اللمبر كيلو شاشر إيغو مغلو اللمبر كان أسو دريسي وحلا وحا أودان إبر فراه وإبر أفرتان يو سديد تواني يو سديد
ايبر سغال waxa uu soo direysaa lambarkan waxa ala waxa awoodo uu soo uu soo hagaaji lambarkan biidin ilaahi baali anaga maali wal dadka noo imaado walaalaha muslimiinka awoodan waxa ay tahay inaan soo badigno aan in soo sheegno idinkana waxa ay igu codsayna insha Allah sidoo kale inaad caawisaan hadii ilaahi ilaado insha Allah wa saaxibkiina muqtar ibraahim muqtar gudidu dudra nagala socoteen ogeysiis muhiim ah cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weeyso dareemaha qaar ka mid ah jirkaaga waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibriyo joogta ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose kadibna halkaasii uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanaya dhakhtar aad ugu xeel dheer kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siriyaan isagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhexeysa tarabunki ee digfeer ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid.